النافذة وانقلاب على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وأضاف البيان: ونحن أذندين هذه الهمجية ونعلن تضامننا الكامل مع قناة اليمن اليوم ورفضنا لتقييده الحريات الإعلامية وتكميم الأفواه. لا ندعو كل وسائل الإعلام والإحزاب ومنظمات المجتمع المدني للاصطفاف في وجه هذا العدوان، كما ندعو الجهات القانونية للقيام بواجبها تجاه ما حدث، فإننا ندعو جماهير الشعب اليمني للدفاع عن حقه في الحصول على المعلومة. وجاء في البيان أن التبرم من الإعلام الحر مؤشر خطير على انهيار ما تبقى من ملامح الدولة والديمقراطية وإعلان فشل عام، نؤكد أن عواقبه لن تكون في صالح الوطن واستقراره. وأكد البيان أن القناة تحتفظ بحقها القانوني بشأن الاعتداء على القناة وموظفيها والأضرار التي لحقت بالقناة جراء هذا الاعتداء.